فصل البارح أنا اتصلت بالشركة وقالوا بيداوم اليوم. عبد الرحمن، أبو يوسف قاعد يروح ويسافر ويرد على كيفها، ولا كنا هم شيء. ما يخالف نعطيه عذره، هو سافر لشغل ضروري. حس إن إحنا قاعدين نلعب في الوقت الضايع، كل ما مر الوقت كل ما زادت الصعوبة إني أتخلص من هالحمل. ما يخالف نعطيه يومين ثلاثة، أنا رايح للحين. ها؟ على وين العزم إن شاء الله؟ العزم على السوق. والبارحة ردينا من دبي؟ في شيء معين ما لقيته بدبي ورايحة أخذه. ولا طالعة في جولة لتقصي الحقائق؟ يا أبو يوسف، أي حقائق الله يهداك؟ أنا المهم عندي الحين بيتي وعيالي، عيالي وبس. وبعدين مو كل ما طلعت وين رايحة وكل ما رديت وين جاية، ما يصير هالسالفة، تجاوزناها من زمان. وانت بعد يا مريم، ما في داعي تحرجيني بتصرفاتك مثل جيتك دبي من غير ما تقولين لي. ترى إذا سكت هذا لأني ما أحب المشاكل، ولا تفكرين تساهلي وياك خوف ولا ضعف. لا 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 لا، لا سمح الله، أنا ما قلت لا ضعف ولا خوف ولا تساهل. أنا المهم عندي شيء واحد، أني حذفت اللي اسمها زينة زفتة من حياتي، هذا المهم. بس ديري بالك يمكن السالفة تقلب عكس. ويوسف لا تقعد تهددني، إذا بترجع لزينة ما ظنتي، لو عندها ذرة من الكرامة ما ترد لك عقب ما حذفتها برا بلحظة. إذا راحت زينة في زينات وايد غيرها. الشكوى لله، بدينا بالتهديد الثجيل، عاد شوف. شوف بيوسف، إذا ظهرت زينة ثانية وثالثة أنا خليك حشوة على كل لسان بالديرة. وليش ما سويتيها هالمرة؟ هالمرة سويت اللي أبيه ودمرت سعادتك الوهمية اللي بنيتها على ظهري وظهر عيالي. لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، المرة الجاية أجيب عاليها واطيها. عارف 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 ان الحياة وياك ما تسوى، لكن اقسم بالله ما سكتني عنك الا وجود يوسف وزيد، راحتهم وحياتهم عندي اهم من الف مرة. الحمد لله والشكر يا رب العالمين ان اكو شيء ردك عن مراهقتك المتأخرة. ماكو فايدة، ماكو فايدة، بطبيع ما يوز عن طبع. اكيد هددني، اخوتي هددني. وانا قلت لك من الاول يا مريم، لا تعندين وتدورين شقاك بيدك، اخوي يحس بغلطته وياي يصلح اللي بينكم، اعطيه فرصه. اي فرصه؟ انت لو سمع الكلام اللي دار بيني وبينه ما قلتي هالحكي. اخوتي هددني بزينه ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره، حتى رحتي له ما قدرها. لانه هو كان عارف سبب روحتك له. انا رحت علشان يمكن اقدر اصلح الوضع، عشان احافظ على بيتي وعيالي. قولي الصدق يا مريم، رايحة لأنك خايفة على زوجك ولا رايحة تتجسسين عليه؟ الغيرة كلت قلبك يا مريم، وعلى بالك إنك أنت راح تشكينه مع زينة. شوفي هالمرة خليتها تمر بسلام وتساهلت وسكت وطوفتها علشان بيتي وعيالي مثل ما قلت لك، لكن أقسم بالله لو انعادت مرة ثانية أنا مستعدة أسوي أي شيء، لو أدمر كل شيء بحياتي، بس ما أرضى أن أحد يستغلني أو يلعب علي كذي. أنا الذج. ما منك فايدة. الخيانة شيء مو هين، تجرح الروح، تقطع القلب. الخيانة صعبة،
صعبة وما حد يقدر يتحملها. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا. شلونك عبد الرحمن؟ انت شلونك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. تفضل استريح، حياك. بلغت ابو يوسف اني بقابله وهو على وصول. البارحه وصل من دبي واول ما يشوفك بيقابلك. بعد استاذ عبد الرحمن ما يحتاج مواعيد، انت ويا ابو يوسف اهل عشرة عمر. اي لا لا ما يقصر، هو يعرف الاصول. الحقيقه يا استاذ احنا كلنا متضايقين، كلنا زعلانين لأن زينة تركت الشغل فجأة من عقب العمر الطويل معانا. تدري ساعات الإنسان محتاج للراحة، وزينة وصلت للسن محتاجة فيه للراحة. لا تدخل السن في هالموضوع، اللي من عمر زينة توهم يقضبوا مناصب كبيرة. هذا في شغل الحكومة، لكن شغل القطاع الخاص انت عارف تعب بتعب أذية. ها عمر طويل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا هلا عبد الرحمن. بالله على السلامة. سلمك، اشوف الكل يعرف انك انت مسافر. اي انا جيت من يومين سالت عنك، قالوا انك مسافر. اي اهلا وسهلا، حياك تفضل. شوف قسم الحسابات يجهزون معامله زينه. حاضر عند وجهك. لا 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 لا، انا مو جاي علشان حساب زينه، لا. اسف، تفضل. تفضل، تفضل عبد الرحمن. حياك. تفضل. أنا ما هقيت إنك نذل لهالدرجة هذه. عبد الرحمن، ألزم حدودك، أنت في مكتبي. أنت اللي يلزم حدودك، إذا عندك ذرة من أدب. الابتسامة هذه اللي على وجهك تبتسم فيها قدام الناس بخليها ابتسامة ذيب. أنت تقص على بنت عمي؟ لا ترفع صوتك عبد الرحمن. إذا جاي تسوي شوشرة، أنت تحمل مسؤوليتها وبنت عمك. أما إذا كنت جاي تتفاهم، تفضل اقعد خلنا نتفاهم. تفضل. من غير لف ودوران، انت متزوج زينة؟ ايه كنت متزوجها. وتدري انها حامل؟ ايه هي تقول. وقضيتي هي تقول، كل الشواهد تقول، وطبيبة امراض النساء تقول. ايه تمام تمام، وانا طلبت منها تنزل اللي في بطنها. واحنا نطلب منك الطلاق. حاضر طلقها. عطنا ورقة الزواج عشان نطلقها منك. لا بس أخيفة يا عبد الرحمن، مو أنا اللي طلع عقد الزواج. إذا عطيتكم عقد الزواج حطيتوني أمام الأمر الواقع، وأنا ما أبي عيال. متزوجها كذي عشان تستانس وبس؟ إحنا كنا متفقين ما تجيب عيال. زينة ما هي صغيرة عشان تضحك عليها، ولا تستاهل كل هذا منك. عبد الرحمن صدقني، أنا أحب زينة وعشت معاها أحلى أيام عمري، بس أنا ما أقدر أغير حياتي، ما أبي مشاكل. يعني شلون؟ المشاكل بتخليها كلها عليها؟ الموضوع مو بهالصعوبة اللي تتصورها. خلها تنزل في بطنها وتشوف أنا شو أسوي. إيش بتسوي يعني؟ إيش بتسوي أكثر من اللي سويته؟ أنت بإنسان عديم الضمير، والشرها علي أنا اللي جيت أتكلم معاك، والشرها عليها اللي قضت وقتها وياك. أنا مستعد أعوضها عن كل لحظة ألم مرت فيها. فلوس؟ مو كل شيء يا أبو يوسف يتعوض بالفلوس. أكو أشياء ما تعوضها الفلوس. لكن تدري كلام وياك ضايع. ريال نذل، ما تصورت إنه بهالأنانية. قلت لك يا عبد الرحمن لا تحرج روحك. أنا قلت كلمة يمكن عنده شوية إنسانية تحرك، لكن الظاهر إن إحنا كنا مخدوعين فيه. المهم الحين شنو قرارك؟ نسافر وأتخلص من هالحمل. لا والله حرام. أنت بتفضحين أختك، شو نقول حق الناس؟ جايبتها من الهوى، خصوصاً إن أبو يوسف مو معترف بالزواج مرة واحدة. لا والله حرام عليكم، خلاص يبقى أنا مستعدة إني أخذه. زين ممكن لو سمحتوا تسمعوني، أنا مستعدة أخذه وأتبناه. أنا ما تزوجت وعمري ما راح أجيب عيال حتى لو تزوجت. وش حق أنت تاخذينه؟ أنا أخذها وأنا أولى إني أخذه. زين خلاص لا تبكين.
واحد فيكم يبيني أعطي ولدي ولا بنتي؟ زين وأنا ما فكرت في مشاعري؟ أنت اللي ما فكرتي بنفسك. أنا أنصحك إذا عندك كرامة ومشاعر تخلصي من الجنين وفك روحك. يعني أنت مصر على رأيك؟ سكتي أنتي. شو نقول حق الناس؟ وأختك كل ماله وبطنها يكبر قدامها. أنت تعرفين لما واحدة تولد وما عندها ريال معناته شنو؟ خلاص بريحكم مني ومن مشاكلي، بس ما ابي اسمع منكم اكثر. خلاص ما ابي اتحمل. خلاص حبيبتي، خلاص خلاص لا تبكي. باكر نسافر ونسوي العمليه والله يسامحنا. انا بروح احجز التذاكر وبعدين بروح المحل. خلاص لا تبكين باكر، انتهى الموضوع كله. خلاص لا تسوين بعمرك كذي. قامت الدياية تدوي تدوي تدوي. زين ايش رايكم الحين اسوي لكم شغله حلوه؟ عايب الصبح هذا هني. ركز ركز، شوف شفته؟ جبناها من هني حطيناها، شوف رجعه. تعرف تسويها؟ يلا بشوف. ايوه ايوه صح، انت شاطر. بشوف. زي ما قلتوا لي انت في المدرسه اوكي ولا زين؟ مع ربعك شلون؟ شو تحس تلعبون انتوا هنا؟ أختك نامت؟ تذاكر تبي عشاء؟ لا ماني مشتهي. ليلى ايش فيك؟ بصراحة قولي تحكي، ايش فيك؟ أنا آسفة يبا، إني بسافر باكر وأغيب عنك يومين. عفو عليك، بس الحين هذا شغلك يا أبوك، شغلك اللي قزرتي عمرك كله علشانه. اي باخر الوقت وعطش عنه ما يصير يا ابوك. يا ربي انا ما ادري متى بتبطل نغمه الشماته هذه. شماته؟ انا شمت باموله حبيبتي بنيتي؟ لا حاشا، انا بس يعني اضحك وياك واقزر وقت بس. بس؟ اي. زين ممكن لو سمحت ما ذكرني بعنوستي كل شوي. حاضر، ما ذكرك. واسكت. بس تعال قولي لي، صار سالفه الحرمه الحامل؟ ها اتفقتوا على التبني ولا لا؟ لا والله يبا، هي تبي تخلص منه، تقول ما تبي تعيش باقي عمرها ويتحاتي ظناها وتخليه يتحمل ثمة تضحيتها اللي ما قدرها الأبو. تضحية؟ ضحكتيني والله، ضحكتيني. تضحية؟ هذا بالله من هو اللي بيقدر تضحية وحدة خذت ريال من مرته وبيته وعياله ورضت الزواج سري؟ شوفي يا أمل، ما دام انه يحبها معناها ما يحب زوجته، وإذا يحب زوجته معناها ما يحبها. يا أمل يا بنيتي، القلب ما يتحمل اثنين، ما يقدر. يا سلام عليك، فعلا مثل ما قالت شادية، ما أقدرش أحب اثنين لأني مليش قلبين. اللي قالته شادية صح، هذا يبا ما يحب المسكينة هذه، ولا هو لوساج؟ ها لوساج يحبها عشان تخلى عن مرته، لكن دام انه ما تخلى عن مرته مع انه ما يحبها، أكيد أكيد في مصلحة، والمصالح تغلب هالأيام. ما حد بيحس عبد الرحمن، الناس كلها تدري إني أنا قاعد أتعالج عشان أجيب عيال. وبطن أختك وين أوديه؟ من يكبر مسافر،
ننطرها لين تولد وارجع انا والمولود. وتقولين المولود ولدي ولا بنتي؟ ما حد بيحس، حتى ان الدكتور امن راح تساعدنا. وانا شلون اسجله باسمي وابوه موجود وعايش؟ بس هذا مو اي احد، هذا ولد اختي. وبعدين اعتبر نفسك كافل يتيم، يعني شيء خير. مشكلة انه مو يتيم، عايش ابوه رجل اعمال معروف. عبد الرحمن الله يخليك، تكفى ارضاه، انت راح تنقذ نفس من الموت. زينة ترضى؟ وزينة ايش تبي اكثر من كذي؟ ولدها وبنتها بيكبرون قدامها، شنو في احسن من كذي بعد؟ مثل ما قلت لك ديرين بالك على الوالد زين، تجاب لينا اي شيء يبي تسوينه، مو تهدينا بالصاله وتروحي تنامين بغرفتك. ان شاء الله ماما. يلا هاتش وديهم تحت. يبا يا رب يا ولعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بنيتي خلاص تمشين ان شاء الله؟ يبا الله يوفقك ويسهل دربك ان شاء الله. سلمي لي على زينه وايد وايد. حاضر يوصل من عيوني ثنتين. عسى عيون السالمه بنيتي لا تأخرن علي. لا لا ترى لا من غيرك البيت أظلم. لا تخاف ما راح أتأخر، هو يومين أخلص المؤتمر وريلك ركضة. درب السلامة إن شاء الله. درب يلا السلامة. مع السلامة. الله يسهل عليك إن شاء الله. أنا وافقت إن شاء الله. الله يسهل عليك يا بنيتي، يسر أمرك إن شاء الله ويحفظك وردك بالسلامة إن شاء الله. يا رب يا مولاي. آي عبد الرحمن، واللي سلمك فكر عدل، صدقني ما راح تندم. شنو ذنب هالطفل المسكين؟ الله يخليك قرر قبل لا تسافر زينة. زين زينة توافق التنازل عن ظناها؟ إيه نكلمها ما فيها شيء. عبد الرحمن ترى هالولد ولد أختي، مو شخص غريب، يعني مثل ولدي بيكون. إحنا كنا نتمنى ظفر الياهل، الله دز لنا هدية، شلون تبينا نرفض عطية رب العالمين؟ وبعدين ما تدري يمكن هالياهل يكون بركة البيت وسبب سعادتنا. الله العالم سبحانه. زينة تعالي، عبد الرحمن بيكلمك. خير؟ شفيكم؟ تفضل استريحي. زينة أنا وليلى صار لنا كم يوم نتكلم موضوعك، من يوم ما رحت حق أبو يوسف الله لا يوفقه. أعتقد إن إحنا اتفقنا خلاص، وباكر إن شاء الله أخلصكم من الورطة اللي حطيتكم فيها. أنا وليلى قررنا نحتفظ بالجنين. زينة أنت بتخلصين من الجنين، بس أنا أبي الله يخليك يعطيني إياه، وبعدين راح يكبر قدامك وبتشوفينه. نفس الوقت انت ما راح تغضبين الله وتعالجين الغلط بغلط. هاش قلتي زينة؟ واللي سلمك لا تحرميني من هالأمنية. تدرين طول عمري اتمنى انه يكون عندي ظنى. الله يخليك وافقي. كنتي تبين ولد من صلبك انت وعبد الرحمن؟ لا بالعكس، ولدك هو ولدي، أنا خالتي وبكون بحسبة أمه. هذه أمل، أكيد راح توافقني الرأي. هذا المبلغ أتعاب زينة في الفترة اللي اشتغلت فيها عندنا؟ إي نعم طال عمرك، تستاهل. 20,000. تظن أن 20,000 يسوون لها
مشروع زين؟ والله يا أبو يوسف الله يطول لي عمرك، عادي هي كيفها تفتح لها مشروع تحطهم في البنك، وما أعتقد إحنا يحق لنا تدخل في خصوصياتها. طيب أبو يوسف تحب أودي الشيك حقها البيت؟ لا 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 أنا أسلم لها، وأنت يا جاسر تقدر تتفضل وخذ الملف وحطه بالأرشيف. حاضر، عند وجهك أنا. أنا عارف سبب الحيرة اللي أنت فيها. أنا تخليت عنها يا فيصل في اللحظة اللي كانت محتاجتني فيها. الناس يا أبو يوسف تتزوج تتطلق، أنت أول واحد ولا آخر واحد. بعدين من المعقول تضحي ببيتك وعيالك عشان زواجك من وحدة ثانية؟ الوحدة الثانية اللي تقول عنها أعطتني السعادة كلها، وعمرها ما طلبت شيء، كانت دائما تطلب راحتي. أنا عارف إنك في موقف صعب يا أبو يوسف، زينة إنسانة ممتازة، لكن بعد ما نقدر تخلى عن عيالك وبيتك وكل مصالحك عشان زوجة ثانية، على كلامك تقول إن أعطتك السعادة. الحمد لله أن ما بينكم عيال. صح، ما بيننا عيال، بس بيننا مودة ورحمة وتفاهم اللي عمري ما لقيتهم عند مريم. اي ما عليه، مع الايام راح تنسى. زين انتوا جهزتوا لها الشيك؟ اي نعم طال عمرك، الشيك جاهز، ما باقي الا توقيعك وتستلمه. تفضل. خلاص انا اسلم هالشيك، وسلمت شيك ثاني من قبل بنفس مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، إن شاء الله يرضيها وتقدر تبني لها حياة من جديد. عسى الله يعينك. إن شاء الله ما راح تندمين على القرار اللي اتخذتيه. ولدك اللي الله سبحانه وتعالى عطانا إياه هدية بربي أحسن تربية، وبيكون قدام عينك لا تحاتين. كان ودي آخذه بس شو اسوي بعد، انتوا اهلا واولى مني فيه، ما اقدر اقول شيء. وحقك وحق ولدك محفوظ على العين والراس، وراح يكون طفل مميز بدال الام عندها ثنتين. لا 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 صبر صبر صبر، ثلاثة. الولد بينولد على ايدي انا، يعني انا بعد امه. المهم الحين شلون نبتدي الخطة من غير ما حد يحس. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أدخل؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سافرين؟ زينة تسافر يا دكتورة أمل. من حقك ما تطالعيني لأني تخليت عنك في أصعب وقت تمر فيه حرمة، لكن أنت عارفة أن هالشي صار غصب عني. من فضلك احنا خلاص الموضوع هذا نسيناه، إذا عندك أي كلام قوله وخلصنا. أنا سبق أرسلت تشيك مع الدكتورة أمل عشان سفرتك، والحين أقدم لك تشيك مكافأة نهاية الخدمة، وتشيك ثاني مني لك مقابل الفترة السعيدة اللي عشناها مع بعض بما يرضي الله. تأكدي أني لك مكانة معزب قلبي، بس أنا ما أقدر أبني سعادتي على حساب سعادة عيالي وبيتي. على العموم أتمنى لك رحلة سعيدة وموفقة
تأكدي أي شيء تحتاجينه أنا بالشوفة. السلام عليكم. ويا مقلبي. لا زينة زينة حبيبتي لا تبكين، سمعيني طالعيني هنيل، الريال هذا لا تبكين عليه دمعة واحدة، فهمتني؟ ما يستاهل دموعك حبيبتي. لا تحاتين، احنا كلنا يمك وظناتك ان شاء الله بتكون بالحب والصون مع خالته. ليلى اخذي زينة وديها غرفتها ترتاح. تنزحين الدمع من عيني وكفي عن طول مد النظر يا عين، وما ما لي سمعت على هذا الحال يا عيني، انت سبب هيبتي والشوق قالت بلا ريم ريم نطحني وسلب عقلي وجسمي بله، وانت اللي تهي عين سكتاي علي البله، المن هداي وكثر بلاي من عين. ماني عارف شلون اكفر عن غلطتي بحقك يا زينة. انا بروح حق ابويا الحين، ما طمن اني انا ماني مسافره. ايش بتقولي له؟ ايش بقول له بعد؟ مثل ما كذبت عليه وقلت له اني بسافر علشان مؤتمر طبي، خلاص عاد بألف له كذبه ثانيه بعد، شو اسوي؟ الله يسامحك، كله منك، علمتيني الكذب على كبر. إيه كذي ضحكاي، ما في شيء في الدنيا يسوى إن تشيلين همه. يلا أنا بروح الحين، ألف لي كذبة بالطريق كل علشان خاطر عيونك. ضحكاي بس ضحكاي. يلا على إذنكم، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها ما سافرت يا شو؟ مو فاتتني الطيارة يبا. الطيارة فاتتك؟ والمؤتمر الطبي؟ لا خلص مو مشكلة، أطر شلون فاكس اعتذار عادي. أحسن فكه بدل ما أقعد بروحي. إيوة أنا قلت كذي بعد، من حظك إنها فاتتني. أبو العسل بس زينة ما زعلت؟ لا 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 زعلت ولا شيء، حتى قالت يعني هالإجازة هذه اللي خذيناها نقضيها مع أمي سند. أقول يبا إيش رأيك يعني نستغل الإجازة هذه ونروح أنا وانت الشاليه؟ ما يمنع ما يمنع، وناخذ زينة معانا بعد. روحي قومي روحي بدلي هدومك تعالي ورتب مسألة الشاليه. حاضر أبدل ثيابي وهي أسولف معاك. ليش لا ليش لا ليش لا. مسكينة يا زينة، حكم عليك الدهر تشيلين ولدك لغيرك. الله يصبر قلبك. سامحيني يا زينة، أنا عارف أني خسرت الحب الحقيقي في حياتي، ما في واحدة في الوجود كانت ترضى بتضحيتك. أعطيتيني كل الحب وأنا أعطيتك ظهري، تخليت عنك عند أول عقبة ظهرت في حياتنا. سامحيني سامحيني. زينة لا تبكين حبيبتي، ايش تبين بعد؟ ظناك بيكبر قدامك، بتضمينه لصدرك، بتشوفينه سنة عن سنة يتغير قدامك، ايش اللي تبين أكثر من كذي؟ وكلي أمرك بيد الله،
الله راح يسهل كل الأمور. يلا قومي عبد الرحمن بيكلمك. يلا قومي. يلا أختي حبيبتي قومي. للحين صاحية ما نمتي؟ ما أعرف أنام وأنت متضايق. مهم عندي إنك تعرفين إني متضايق، لكن أنا ما أحب تطالعيني بنظرة ما أحب أشوفها بعيونك. صدقيني نورية، أنا ماني خاين، ماني نذل، لكن الظروف اللي خلتني قدامك خاين هي نفس الظروف اللي خلتني قدام زينة نذل. الإنسان ما يشوف اللي قدامه يا أخوي، على هالأساس هذا يحكم. لا 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 نورية، أنا ماني حمد، ماني حمد، المسألة تختلف وايد. أنت اللي سويت في نفسك كذي، أنت اللي خليت مريم تقول عنك خاين وخليت زينة تقول عنك نذل. زينة إذا قالت عني إني نذل فهذا من حقها، لأني تخليت عنها. أنت سويت اللي سويته عشان تحافظ على حياتك وبيتك وعيالك. أنا حياتي من غير زينب ما لها معنى، بس إن شاء الله إن شاء الله يكون اللي سويته يكون لصالح عيالي، سعادتهم، مستقبلهم. لازم نبتدي نشوف الموضوع يا زينة. أنا حاضرة وتحت أمرك. لازم نغير البيت. إنزين غيرنا البيت بنغير المحل بعد؟ لا لا لا، المحل مكان شغل ما له علاقة، لكن البيت يعرفونه وحب الاستطلاع ممكن يجيبهم ويجون يشوفونه. ويوسف مو فاضي يشوف أحد، لكن مريم يمكن، مع أنها ما تدري عن موضوع الحمل. إنزين والحل يعني؟ نشتري بيت ثاني، بيت جديد بعيد عن هالمنطقة، وأنا بزيد من فلوسي وناخذ لنا بيت أكبر. لا لا لا، فلوسك خليهم لك، ربي فيهم ضناك. ضناي بيصير ولدكم وأنتوا المسؤولين عنه، وأنا خالته عين وعاون، وبعطيك جزء من الفلوس عشان تكبر تجارتك وتدخلني شريكة معك. الحلال كله لك. لا أنا أحب الأمور تكون واضحة، اللي لكم لكم واللي لي لي. ومن هاللحظة شوف لك مكتب عقارات علشان يشوف لنا بيت جديد. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، ليلى تظاهر بأنها حامل علشان نحبك القصة وتساعدها الدكتورة أمل. عموما سامحوني، أنا استخدمت اسمك لما رحت المستوصف علشان أتأكد من الحمل، كتبت اسمي هناك ليلى عبد الرزاق. رب العالمين هداك تسوين كذي لأنه يعلم بالحال، وبعدين يا زينة ولدك هو ولدي. الأسبوعين اللي طافوا ترى شغلي كله تلخبط، لكن الحين عاد لازم نركز على شغلنا. الله يسهل الأمور، وأنا حاسة الجاي بيكون أحسن إن شاء الله. الله يسمع منك. أبو عبد اللطيف يشتغل في العقارات، أنا ممكن أكلمه أخليه يشوف لنا بيت جديد، وفي نفس الوقت يشوف شو رايح حق بيتنا، ونزيد فلوس البيت ونشتري بيت جديد. بس يمكن يسألك ليش؟ أو يعلم أبو يوسف عن مكان بيتنا الجديد؟ أبو يوسف ما أعتقد الحين يهمه موضوع بيتنا، خلاص الموضوع بالنسبة له انتهى. أبو عبد اللطيف يجهز نفسه للسفر مع ولده، مو شاغل باله موضوع البيت الجديد. شفيك حبيبتي؟ أنا اللي حطيتكم في هالموقف. لا لا لا، لا تلومين نفسك، أنت بنت عمي ولا لنا قناة عنك، وبعدين الله يساعدنا إن شاء الله والرب يضناك. بقوم اتصل في ابو عبد اللطيف الحين بهالوقت، يمكن نايم الريال. لا لا خير البر عاجله. هلا ابو عبد اللطيف، اسف على الازعاج. هلا عبد الرحمن، هلا فيك، هلا بالغالي. انت اخونا ونبي مساعدتك. يه تامرني أمر من عيوني حاضر.
تبيني ان شاء الله باكر عندك ان شاء الله اول الصبح. لا ايش حق بتعبني؟ لا تعبني ولا شيء الا كان ما تبي تشربني بياله شاي عندكم. لا عاد انتوا عاد الخير والبركه انتوا الكرم كله. حاضر ان شاء الله باكر الصبح اكون انا عندك ان شاء الله. حاضر يا الغالي. تعمل شيء ثاني؟ يلا بأمان الله. السلام عليكم. يا هلا وعبد اللطيف. شلونك؟ هلا برهج. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ هلا بابا. هلا 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 حبيبي. هلا حبيبي. هلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يامنت يامنت. تفضلوا الساعة المباركة. حياك حياك. كبرك الله يسلمك. حياكم تفضلوا اخوي. تفضل سلك تفضل. حياك الله خير. حيا الله من يانا. الله يحييك طول عمرك. والله شلونك؟ الله يسلم عمرك. انت شلونك؟ والله بخير طول عمرك الحمد لله. مرتاح الحمد لله رب العالمين. اللهم امين ان شاء الله. حسن ما شاء الله. ابيك وابيك خليتني افكر في الموضوع قلت يمكن يبيني بشغله كذي معينه ما يقدر. امر لا خير ان شاء الله. اقعد استريح اشرب شيء وبعدين نتكلم. خير من رخصتك. ليلى ليلى وديه مو بسرعة السيارة. يبا ياك 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 قاعد تسوي تأخرنا ياك. أقول عسى أغراض مزهبة بس. يبا بنمر الجمعية ناخذ كم غرض بس نسيتها يبهم أمس. أوكي وبعدين سيدة بنروح عند ليلى وزينة ناخذهم معانا. الله يحداك كان كلمتك بجهزون روحهم من زمان. حد يبا إذا مو جاهزين لحقونا للشالة هم يدلون المكان. يدلونه؟ إيه يلا ورا 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 يلا.